لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا؟ قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. قال القرطبي رحمه الله. قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، تقدم ذكر كون الشيطان عدو الإنسان، فانجر الكلام إلى ذكر آدم. والمعنى أذكر بتمادي هؤلاء المشركين وعتوهم على ربهم قصة إبليس حين عصى ربه وأبى السجود وقال ما قال. أما ابن كثير فيقول رحمه الله يذكر تعالى عداوة إبليس لعنه الله لآدم عليه السلام وذريته، وأنها عداوة قديمة منذ خلق آدم، فإنه تعالى أمر الملائكة بالسجود فسجدوا كلهم إلا إبليس استكبر وأبى أن يسجد افتخارا عليه واحتقارا له. وهذا الكلام أقرب، يعني هذا الكلام مستأنف، لأن ذكر الشيطان في السورة يعني متقدم بآيات كثيرة، ولا بد أن يظهر الارتباط حتى نقول أن هناك ارتباط. وإنما المعنى وإذ قلنا، واذكر حين قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. هذا الأمر من الله عز وجل للملائكة أن يسجدوا لآدم سجود تكريم، كان ابتلاء لإبليس حين أبى واستكبر وكان من الكافرين. والملائكة لهم أفعال، وأفعالهم بإرادتهم التي لا تتجه إلا إلى الخير، وإلا لما صح نسبة أفعال إليهم. وهنا سؤال مشهور، كيف دخل إبليس في الملائكة والأمر لهم بالسجود حتى عوقب هذه العقوبة البليغة بالطرد من رحمة الله، وهو في الأصل ليس منهم؟ الجواب عن ذلك أن إبليس من شدة العبادة صار كواحد من الملائكة من كثرة العبادة، وكان في قلبه
كبر مضمر أراد الله عز وجل أن يظهره فابتلاه بالسجود لآدم، وإبليس كان متحفزا لمعرفة ما هو آدم من قبل أن ينفخ فيه الروح، وكان يطيف بآدم وهو ملقا في الجنة، ويدخل من فيه ويخرج من دبره، يعني رآه خلق خلقا أجوف، رأى ذلك فعلم أنه لا يتمالك لوجود الرغبة في الجوف، وأنه يمكن أن يضغط عليه بسببها. فإبليس في قلبه من الكبر المستكن ما أخرجه الله عز وجل إلى الواقع بابتلائه له ضمن الملائكة بالسجود لآدم، فسجدوا لأن الملائكة لا تختار إلا ما أمر الله به بطاعته، فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، فسجدوا وأبى إبليس وواجه ربه بالعداوة، قال أسجد لمن خلقت طينا. هذا الموضع من يعني أكثر المواضع التي يظهر فيها سوء أدب إبليس مع ربه عز وجل، وأنه جاهل بالله سبحانه وتعالى، وأن الله استخرج بهذا الابتلاء له ما في قلبه وباطنه من الكبر. أسجد لمن خلقت طينا، أي من طين، وهذا استفهام إنكار ينكر على الله، نعوذ بالله أن يأمره بالسجود لمن خلقه من الطين، ولأنه استعمل القياس الفاسد فقال أنه لا ينبغي أن يسجد من خلق من النار لمن خلق من الطين، وهذا القياس الفاسد في مقابلة النص سبيل قديم للشيطان. ولذا قال العلماء أن كل قياس كان مصادما للنص من الكتاب والسنة فهو فاسد الاعتبار. فهو قياس باطل. والحقيقة أن الذي أهلكه كان هو الإباء والكبر والجهل بصفات الله سبحانه وتعالى بعد أن كان في الملأ الأعلى، وذلك أنه طعن في حكمة الله وعدله سبحانه وتعالى، وزكى نفسه واستحقر غيره، وهذا تلحظه في هذه الآية أوضح ما يكون. أسجد لمن خلقت طينا، والله سبحانه وتعالى قد بين للملائكة قبل أن يخلق آدم أنه خالقه من صلصال من حمأ مسنون، وقال لهم أنه إذا سواه أي بيده ونفخ فيه من روحه فقعوا له ساجدين. فهو عز وجل يعلم مما خلق آدم، ولكن بين للملائكة سبب التكريم، وإبليس مشغول
عن ذلك بالكلية، لا ينتبه إليه ولا يفكر فيه، بل لا يفكر فقط إلا في الطين والحمأ المسنون، وغفل عن التكريم أن الله خلقه بيده. فلو تكبرت على آدم فأنت تتكبر على الذي سواه. وكذلك النفخ في الروح، النفخ من الروح، أن الله نفخ في آدم من روحه، وهذه الروح المخلوقة بإجماع المسلمين المشرفة المكرمة عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الروح التي نفخ في جسد آدم منها وسكنت هذه الروح وحلت في البدن كانت سببا لمنزلة آدم عليه الصلاة والسلام. فإبليس أعرض عن هذا ولم يفكر إلا في نقطة واحدة، أنه من طين، قال أسجد لمن خلقت طينا. فالكبر وازدراء الخلق والعجب بالنفس وتزكية النفس حين قال أنا خير منه والعياذ بالله، كلها أمراض قاتلة. الطعن في حكمة الله عز وجل، القياس الفاسد في مقابلة النص، كتل من الأمراض. يجب الحذر منها. وكذلك هذه القصة تفيدنا أن العبد قد يعمل بطاعة الله مدة ولا يكون قد كفر باطنا، لكن في قلبه شيء من الزيغ، فيبتليه الله عز وجل حتى يكفر، فيقع عليه من عقوبة الله عز وجل بعدله ما لم يكن ليحدث لولا الابتلاء. وهذا يخوف عباد الله المؤمنين، أعني أن العبد قد يعمل بطاعة الله مدة من الزمن وقد تطول وترتفع منزلته فعلا، ويكون حاله في تلك الحال كاملا بالفعل، لأن ما في قلبه مستكن من الفساد لم يكن ظهر عليه ولا أثر في سلوكه وعمله. ولكن بعد الابتلاء ظهر ذلك حتى صار هو الغالب. فلذلك يخشى المؤمن على نفسه من الحور بعد الكور، يخشى على نفسه أن يضله الله عز وجل كما أضل إبليس ومن كان بمنزلته في ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. نعوذ بالله. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال أرأيتك، أي قال إبليس، والكاف أرأيتك توكيد للمخاطبة، يخاطب ربه بأسوأ ما يمكن ولا يعرف عظمته، فدل ذلك على أنه كان يعبد الله على جهل بأسمائه وصفاته، حين يقول
أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ فهو يطعن في ذلك التكريم ويراه في غير موضعه والعياذ بالله، والحسد أكل قلبه. اللهم إنا نعوذ بك من حال إبليس ومن شر إبليس. قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، أي فضلته علي، ورأى جوهر النار خيرا من الطين، خيرا من جوهر الطين، ولم يعلم أن الجواهر متماثلة. وفي الحقيقة حكاية الجواهر المتماثلة دي مش قاعدة، بل من تأمل، يعني هنقول أن الذهب كالطين مثلا وأنها جوهر وجوهر، لكن الحقيقة أن النار ليست أفضل من الطين، وإن كان فيها علو، لكن هذا مذموم. هذا العلو الذي يحصل من النار على أي شيء تشتعل عليه، أي حاجة تولع تبقى النار إيه؟ فوق. سبحان الله، طبيعة أثرت، أو حين ولد في إبليس من الكبر ما ولد فكان سبب ضلاله والعياذ بالله. وكذلك الطين فيه السكينة، والنار فيها الإفساد، والطين فيه الإنبات. فقياس من أفسد القياس قاسه إبليس. يقول وهذا نصب بأرأيت، والذي نعته أرأيت هذا الذي، الذي يبقى ده وصف لإيه؟ للمكرم الضمير يعني. والإكرام اسم جامع لكل ما يحمد، وفي الكلام حذف تقديره أخبرني عن هذا الذي فضلته علي، لما فضلته علي وقد خلقتني من نار وخلقته من طين. فحذف لعلم السامع، وقيل لا حاجة إلى تقدير الحذف، أي أترى هذا الذي كرمته علي لأفعلن به كذا وكذا. قال ومعنى لأحتنكن في قول ابن عباس لأستولين عليهم، وقاله الفراء. قال مجاهد لأحتوينهم، يعني لأتسلطن عليهم، لأغوينهم. ده أحسن طبعا، لأنه مذكور في موضع، في موضع آخر من القرآن، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال ابن زيد لأضلنهم، والمعنى متقارب، أي لأستأصلن ذريته بالإغواء والإضلال، ولا أجتاحنهم، يجتاح يعني يسيطر عليهم، يستولي عليهم. وروي عن العرب احتنك الجراد الزرع إذا ذهب به كله. وقيل معناه لأسوقنهم حيث شئت، حيث شئت، وأقودنهم حيث أردت، من قولهم حنكت الفرس وحنكه حنكا إذا جعلت فيه الرسن، يعني ما يقاد به يعني.
هو بيقول ده انا هسيطر عليهم واذلهم واقودهم. فكذلك احتنكه. والقول الاول قريب من هذا، لانه انما ياتي على الزرع بالحنك. قال الشاعر: اشكو اليك سنه قد اجحفت جهدا الى جهدي الى جهد بنا واضعفت. واحتنكت اموالنا واجتلفت الا قليلا، يعني المعصومين، يعني مش المعصومين بمعنى عدم الذنوب، لا، عصمه الله من كيده في الجملة، وهم الذين ذكرهم الله في قوله: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. هم دول مذكورين في الآية الأخرى التي تفسر هذا القليل بقول: إلا عبادك منهم المخلصين. وإنما قال إبليس ذلك ظنا، يعني هو نقول طب هو منين عرف إن الناس يعني ستظل يعني على طريق الغواية؟ نقول هذا قاله ظنا، أن أكثر الناس سيكونون تبعا له، لذا قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. يقول: أو علم من طبع البشر تركب الشهوة فيه، أو قال: أو بنى على قول الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها، كأنه خذ الخبر من الملائكة. الظاهر أن الله أعلمهم، وكان ذلك قبل أن يفتن إبليس، أعلمهم أنه سيولد في الأرض من يفسد فيها ويسفك الدماء. يقول: وقال الحسن ظن ذلك لأنه وسوس إلى آدم عليه السلام فلم يجد له عزما في هذا، لم يجد له عزما في رد أمر الشيطان. نسأل الله أن يرحمنا جميعا وينصرنا على القوم الكافرين وننجينا من الشيطان الرجيم. قل قولي هذا استغفر الله. ها لا، ما قالش. الظاهر ان الوسوسة وقعت بعد ان طرد اصلا. الظاهر ذلك، ان قول الحسن ليس ظاهرا، انه ظن لانه وسوس الى ادم فلم يرد له عزم. الكلام ده كان بعد ما اكلوا من الشر، وان الكلام ده كان اما قول ابليس الا قليلا لاحتنكن ذريته الا قليلا، كان في يعني بعد ان ابى ان يسرد مباشره. والله اعلم. ها اختلاف في النفخ طبعا، الروح دي من اعظم اسباب تشريف ادم نفخ الروح فيه، وهذه الروح نسبت الى الله تشريفا. نعم كلها روح مكرمة، روح سيدنا ادم وروح سيدنا عيسى وجبريل عليه السلام، كلها ارواح مشرفة مكرمة منسوبة الى الله على جهة التكريم. اقول قولي هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي ادعو الى الله، على بصيرة انا ومن اتبعني، وسبحان الله وما انا من المشركين.